الفيلم ديالنا كيبدأ في الحبس وكنشوفوا مجموعه ديال الحباسه غاديين للدوشات وناويين على الشر. في الدوشات كاين بون وصاحبو داني قال لبون رد بالك من العصابه ديال سيجي، راهم خطار وغداره. موراها خرج من الدوش سيجي، عطى الرشوه للغارديان باش يدير راسو ما شاف والو، وهضر مع بون وقال له لاش كتنفخ علينا وشايف راسك بزاف، كتاكل بوحدك وما كتهضر مع حتى واحد. بون ما داهاش في هضرته، وخدام كيغسل التيشورت ديالو. سيجي تعصب وبدا يسبو. بون دار لعندو وقال له عندك 5 ثواني، الا ما غبرتيش من حدايا ما تلوم غير راسك. سيجي بقى كيسب وغير كملت 5 ديال الثواني هجم على بون، ولكن بون شدو وضربو. موراها العصابة ديال سيجي هجمات عليه ولكن بلا فايدة. بون ضربهم كاملين واحد بواحد حيت متريني مزيان. موراها قال لسيجي خوي وطريقي، حيت الا شديت شي واحد فيكم مرة اخرى ما غاديش نرحمو. مور شيامات سيجي جمع العصابة ديالو ومشاو غدرو داني وضربوه بالموس، وهادشي كامل باش ينتقموا من بون. بون وصل لداني ولكن وصل معطل، وقبل ما يموت داني وصاه يرد بالو على مراتو ولدو الصغير. مور ما دوز بون المدة ديالو في الحبس، خرج ومشى لواحد الحي وكرا دار من واحد السيد عنده بنت سميتها تمارة، وهي مربية شي دراري صغار ديال الزنقة ودايرة فيهم الخير. وقالت لبون إلا كنتي مجرم ولا كدير شي حاجة ماشي قانونية غادي نجري عليك من الدار. بون صافي وافق وخلصها في الكرة. هنا كنشوفو بين اللي كينظم القتالات اللي ماشي قانونية، ومشى يهضر مع واحد المقاتل مزايد عليه وقال له رد بالك حيت غادي تلعب مع واحد مجهد. موراها كيبان جيمس وهو رئيس لواحد العصابة كبيرة وعنده مقاتل سميتو هامر. جيمس نزل من الطونوبيل ديالو وكانت معاه أنجيلا مرات داني، حيت جيمس هو اللي صيفط داني للحبس باش ياخذ ليه مرتو. وبدا القتال بين هامر والمقاتل اللي مراهن عليه بين. هامر شد داك المقاتل وطحنه وكان غادي يقتلو. بين عطى لجيمس 1000 دولار حيت خسر المقاتل اللي كان عوال عليه، ومشى للطوموبيل يجلس شويه. وهو جالس بان ليه بون وقال له انا باغيك تدخلني في شي قتال مع هامر. بين قال له واش انت احمق ولا شنو، ما يصلحش ندخلك تقاتل مع هامر حيت انت ما معروفش. بون جاوبو صافي انا غادي نقاتل معاك حتى نتعرف، وداك الساعه دخلني في شي قتال مع هامر. بون كان داخل مع بين الحلبة القتال وتلاقاو مع جيمس وانجيلو. جيمس منين شاف بون مرتاحش ليه. بين قال لجيمس هذا هو المقاتل الجديد ديالي. بون مشى للحلبة باش يبدا القتال الاول ديالو، وهنا كنعرفو ان انجيلا عايشه العذاب مع جيمس وكيعاملها بحال الخدامه. بين قدم اول قتال لبون، وقبل ما يبدا القتال بون شاف مع من غادي يتقاتل وهو كيتدرب وقدر يعرف نقطه الضعف ديالو. ومنين بدا القتال بون سالا معاه غير بجوج ضربات. بين خدا الفلوس اللي ربحو وقسمها مع بون وقال له انا وياك ولينا فريق، واي قتال ليك انا اللي غادي ننظمه. فسولو بون على داك المراه اللي كانت مع جيمس. بين قال له هذيك سميتها انجيلا وكانت مزوجه، وجيمس لصق راجلها قضيه ديال القتل وموراها زيرها باش تحط ولدها في الخيريه، ولات مدمنة على المخدرات وجيمس مخليها خدامة عنده. وهنا تأكد بون أن هذه هي أنجيلا مرت صاحبه، وقرر يوفي بالوعد ديالو صاحبه ويحررها من عند جيمس. منين مشى بون للدار دوز الليلة كاملة وهو كيفكر كي غادي يدير يحرر أنجيلا. هنا كيبان لينا جيمس وهو كيوجد الماكلة للكلاب ديالو، جاء عنده المساعد ديالو ووراه فيديو لبون كيسالي مع داك المقاتل بجوج ضربات. جيمس عجبو الأداء ديال بون وقال المساعد ديالو حضيه مزيان. وفي النهار الثاني بين جا عند بون وقال له الوقت الخدمة جات، ومنين بغى يركب معاه في الطوموبيل تمارة قالت ليه أنا بديت نشك فيك وفي التصرفات ديالك، وأنا إلا عرفت أنك كدير شي حاجة ماشي هي هاديك غادي نجري عليك. بون ما داهاش فيها وركب مع بين. منين وصلوا للبلاصة القتال لقاو جوج بنات في الحلبة كيتضاربوا، ومور ما سال القتال ديالهم بين مشى عند منظم القتال وقال ليه أنا عندي مقاتل جديد وغادي نتزايد معاك ب 5000 دولار ضد أقوى واحد عندك. صافي اتفقوا والقتال بدأ. بون دغيا عرف نقطة ضعف المنافس دياله وسلام معاه بضربة واحدة. موراها منظم القتال قال له خلينا نديرو قتال تاني وندوبلو الرهان. بون شد المقاتلين وتهلا فيهم بلعصة، وبين قال المنظم عطيني الفلوس اللي ربحنا. المنظم دار الفلوس في السروال ديالو، فبون شدو هو والعصابة ديالو وشبع فيهم ضرب واحد بواحد وخدا الفلوس. بين وبون مشاو للطوموبيل كيحسبوا الفلوس شويه، والمنظم جاي هاز السلاح وباغي يقتلهم ولكن عرفوا يهربوا منه. بون ركز في التدريب ديالو والماتشات اللي كيلعب وبدا يتعرف ويتشهر شويه بشويه، وما كان حتى مقاتل كيف ما بغى يكون قدر يغلبه. واحد النهار بون مشى للدار وهو مجروح شويه،
تمارا شافته وداوات الجرح ديالو وقالت ليه باللي هي كتبغي الفنون القتالية وطلبات منه يعلم الدراري اللي تملي معها في الدار. وداكشي اللي دار ودازت الوقت وجات الوقيته فين غادي يتقاتل بون مع هامر. وقبل القتال المساعد ديال جيمس كان كيعطي الهامر المنشطات باش يولي هايج كيتصور. بين ورال جيمس الفلوس على يش لاعبين وقدم هامر وبون للجمهور وبدا القتال بيناتهم. هامر كان كيهجم بقوته كاملة ولكن بون كان سريع وبدا يضرب هامر ضربة مورا ضربة حتى سالى معاه برجله. مور القتال جيمس اعطى الفلوس لبين وهو مفقوص ومشى عند بون وقال له انت معلم وانا عارض عليك الحفلة خاصة عندي في داري. بون وافق حيت هذه هي الطريقة باش يحرر انجيلا من جيمس. وبون وصل للحفلة وجيمس استقبله وبدا يهضر معاه وراه السيوف اللي عنده وقال له انا راجل معقول عمري كميت ولا شربت ولا قلت شي هضره خاسره. وقال لبون انا باغيك لواحد القتال مهم عندي ضد واحد المقاتل سميتو برايس وهاد برايس كيتعتبر اقوى مقاتل في العالم وإلا بغيتي تدخل في شي كومبا معاه خاصك تراهن على الاقل بمليون دولار. بون ما بغاش العرض ديال جيمس وجيمس صيفط ليه انجيلا زعما باش تخليه يوافق. منين انجيلا وبون دخلوا للبيت انجيلا جبدات الفردي وبغات تقتل بون ولكن بون قال لها انا صاحب راجلك داني وانا جاي لهنا باش ننقدك وعاود ليها على شنو وقع لراجلها في الحبس. مراها انجيلا بكات وقالت لبون راها عايشه مع جيمس حيت كون ما دارتش هكاك كان غادي يقتل ولدها وراجلها. بون قال ليها انا عارف ولدك فين كاين ولكن في الاول خاصك تعالجي من الادمان للمخدرات. ومنين خرجوا من البيت تلاقاو بجيمس وبون قال له غادي ناخذ انجيلا معايا وفي المقابل غادي نولي نفكر في العرض ديالك. جيمس وافق وبون دا انجيلا للمصحة باش تعالج من الادمان. جيمس مشى تلاقى بفرانكلين وهو تاجر ديال السلاح كبير وهو اللي كينظم القتالات ديال برايس افضل مقاتل في العالم. جيمس وراه 5 مليون دولار وقال له عندي مقاتل غادي يتحدى برايس. فرانكلين وافق منين لصقوا جيمس. وفي النهار الثاني جيمس مشى تلاقى بون وقال له صافي راه القتال ديالك واجد. بون جاوبو انا ما غاديش نقاتل. جيمس قال له كيفاش انا حطيت عليك 5 مليون دولار صافي. بون جاوبو المره الجايه ما تبقاش دير لي قال لك راسك وسولني قبل ما تقيد سميتي في شي قتال. جيمس تعصب وشد تامارا وهدد بون باللي غادي يقتلها وقال لبون راك غادي تندم. بون عطى لتامارا شي فلوس وقال ليها دي الدراري الصغار معاك وسيروا لشي اوتيل تنسى لي هاد المشكله ديالي مع جيمس. جيمس قال للناس ديالو يقلبوا على بين ويخطفوه باش بون يلعب الماتش. هاند لقى بين في واحد الديسكو وبدا يضرب فيه وقبل ما يسالي معاه جا بون ونقد بين وقتل هاند والعصابه اللي معاه. جيمس صيفط رجال ثانيين للمصحه باش يجيبوا انجيلا ومنين وصلوا لتما بين وبون كانوا كيساينوهم وسلاو معاهم. وبون عيط لجيمس وقال له انا ساليت مع رجالك ودابا جايه نوبتك. جيمس تصدم ولكن ولد الحرام كانت عنده خطه. جيمس خدم الجي بي اس وقال لبون تبعني. بون تبع الجي بي اس حتى وصل للفيلا ديال فرانكلين وتم استقبلو الكاردكول. ومنين دخل للفيلا لقى جيمس كيساينو وقال له دابا الا ما قاتلتيش برايس غادي نقتلك ومور موتك غادي نقتل تامارا وانجيلا. هادشي كامل اللي قالو جيمس بون كان كيصورو بواحد الكاميرا مخبا عنده وصيفطو لبين. موراها بين علم البوليس وصافي بون خاصو دابا غي يعطلهم شويه على ما يوصل البوليس. ولكن برايس جا وبدا يقاتل بون وهو لابس الكوستيم وبجوج المستوى ديالهم كان متقارب. برايس بدا كيتفلى وبون استغل هادشي وشدو وضربو وقبل ما يربحو استسلم وخسر راسو. وهادشي دارو باش يخسر جيمس 5 مليون دولار اللي تزايد بها عليه. جيمس تعصب وجبد السيف ديالو وهجم على بون ولكن فرانكلين قال لواحد من رجاله يعطي لبون سيف باش يكون القتال عادي. بون رمى السيف وخدم غير الغشة ديالو وقدر يغلب جيمس وقطع له يده. البوليس داك الساعة وصلوا وبون هرب منهم قبل ما يشدوه. وفي النهار الثاني انجيلا جات عند تامارا للدار وتلاقات بولدها وبون مشى يودع تامارا فسولاته كيفاش انت درتي هادشي كامل باش تشوفي بالكلمة ديالك لصاحبك. بون قال ليها انا راجل قد كلمتي وسلم عليها ومشى وودعتها انجيلا وولدها. وبرا لقى بين اللي قال له واش نوصلك. بون قال له شكرا انا صاحبي انا غادي غير نتمشى. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتة وديروا اشتراك في القناة باش تفرجوا في الملخصات الجاية. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.